الإشكال اللي وقع البارح هو وقع عند المتدربين واحد اللبس، لأننا كنا كنقراوهم مثلا في سيارة التعليم بالأسئلة النظام القديم، ودابا حاليا وقع على حساب منصة أسئلة جديدة. هنا المتكونين خداو اللي عطيناهم حنا واللي خدمنا عليه هو الأسئلة القدام، تفاجؤوا بأسئلة جديدة كضاف اللي ربما مازال ما شفناهمش معاهم، لأن ما كانش واحد الوقت كافي اللي يكفينا حنا كمكونين أننا لقنوا هاد المتدرب على الأسئلة الجديدة وعلى المستجدات اللي ضافت. فمني شافوا هاد الشيء اللي ضاف جداد، مع العلم أن كاين بعض الأسئلة اللي خاص يتعاد فيها النظر، لأن الصيغة ديالها كيفاش تصاغت كان واحد الإشكالية ديال الصيغة فيها لبس، نقدروا ناخذوها من جانب ديال السلاماتي أو حتى الجانب المعرفي، فيها نقدروا نقولوا فيها لبس إلا ما قلناش فيها أخطاء. بحال مني كنصيغوا السؤال ديال الكحول، والسؤال اللي انتشر بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيهضروا على أن إلا أنا كسائق هضروا عليا أنا، أو أنا كمتدرب باغي ناخذ رخصة السياقة هضروا عليا إلا خديت جوج كيسان ديال الخمر. هنا كان إشكال في السؤال، لأن الخمر فيه أنواع، كان خصهم يوضحوا لنا واش جوج الكيسان ديال النبيذ الأحمر، واش جوج الكيسان ديال الكحول المخمرة، أو جوج الكيسان ديال الكحول المقطرة، باش نعطيو حتى المتدرب لا دوز ديال النسبة ديال كل كحول، لأن النبيذ الأحمر لا دوز ديالو ماشي هي لا دوز اللي كاينة في البيرة أو اللي كاينة في الويسكي أو اللي كاينة في باقي أنواع الخمور. هذا هو الإشكال. إذا بعد الأسئلة اللي تحطوا جداد كي خاص يتعاد فيهم النظر، لأن الصيغة كيفاش تخادو قلنا فيها واحد الإشكالية حتى بالنسبة للمتكون. هذا هما الإشكاليات اللي وقعوا فيهم المتدربين، والإشكال الكبير هو قلنا مازال خصنا واحد الوقت اللي نخدموا معاهم هاد المستجدات اللي وقعت جديدة.